نبدأ بقى. نبدأ بقى قولي لنا. بصي يا حنا، الاول هنتكلم عن التفتيح، مشاكل البقع الغامقه وتقريبا الناس كتير جدا بتشتكي منها، وازاي نقدر نتجنبها وهي اسبابها. قبل ما اتكلم عن الكريم اللي احنا هنستخدمه النهارده، وهنتكلم عنه ان هو فعال جدا في تفتيح البقع الغامقه والكلف والمناطق السمراء، هنتكلم هو ايه اسبابه وليه اصلا انا لازم استخدم كريم يومي. ليه احنا بنقول لازم يكون عندك كريم يومي وروتين للبشره؟ مبدئيا طبعا اسباب الغمقان او السمار اللي ممكن يحصل في البشره، الجلد بيحتوي على ماده اسمها الميلامين، هي المسؤوله عن لون الجلد. ليها نسبه معينه، لو زادت النسبه دي جدا يا رانيا بتبتدي تظهر بقع غامقه، يعني لو في مكان انا مهمله مش بهتم بيه بتزيد فيه نسبه الميلامين دي فتبتدي تظهر عندي بقع غامقه. الكريم اللي احنا هنتكلم عنه النهارده والماسكات اللي احنا هنتكلم عنها النهارده دي هتحفز الكولاجين فهتقلل نسبه الميلامين، هتخليها مظبوطه. يعني احنا عندنا كريم وعندنا كمان وصفه، كريم ووصفه وصابونه بتاعت الكريم. وانت بتشجعي ان كل البنات وكل الامهات اللي المفروض تهتم ببناتها وتعرفها ثقافه الجمال تبتدي من سن كام يا امنيه؟ بصي، هو غالبا طبعا البنت اول ما يبقى عندي بنوته ابتدي اهتم بيها، بشعرها ببشرتها، بحط حاجات طبيعيه، يعني مفيش مشكله ان انا بنتي وهي صغيره ابتدي احط لها زيوت طبيعيه، كريمات ما دام هي طبيعيه مفيهاش مشكله. شعرها طبعا ده مهم جدا هنتكلم عنه في اخر حاجه، لكن نبتدي بقى سن كريمات ليل والكلام ده كله بيبتدي من سن 18 سنه نبتدي نحط، لكن من 20 سنه لازم يكون في روتين يومي وكريم ليل انا بستخدمه. طيب. كل يوم. قولي لنا بقى. طبعا في اربع حاجات مهمين جدا لازم اعملهم موجودين عندي في الكريم احنا هنتكلم عنه، لكن هم دول اللي بيقللوا نسبه الميلامين في الجسم. اولا ازاله الخلايا الميته بصفه يوميه، الجلد الميت اللي موجود سواء شفايفي سواء وشي سواء اي مكان في جسمي ده لازم بصفه يوميه. الحاجة التانية تعرض الشمس بشكل مستمر، لازم يكون في عندي ماسكات بتعادل بتقلل العوامل الجوية اللي أثرت على بشرتي. طبعا ترطيب الجلد مهم جدا، انا ارطب الجلد بكريمات تكون فيها نسبه ميه عاليه يا رانيا عشان الميه بتمتصها المسام فتبتدي تعالج طبقات الجلد اللي تحت مش بس خارجيا. انا متاكده ان الناس كلها قاعده بتسمعك دلوقتي لان في ستات كتير وانا منهم، بصراحه انا بميل الى الطبيعه، ما بحبش اروح ناحيه استعمال اي جهاز. بصي، هي كل حاجه ليها مرحله، لكن احنا قدامنا فتره طويله جدا عشان ابتدي اوصل لمرحله انا محتاجه جهاز. تاني حاجه عايزه اقولها، الحاجات الطبيعيه واهتمام بشرتي من الفتره الاولانيه ممكن يوصلني مرحله انا مش محتاجه ده خالص. انت في حد بتشوفيه تقولي شكله صغير جدا مش جايب سنه، فمن كتر ما هو مهتم بنفسه. تاني حاجه بقى نتكلم عنها الكريم، اول كريم النهارده هنتكلم عنه من اورا، هو كريم لبن الجمل للتفتيح، هو بيساعد على تفتيح البشره ونضارتها، بيشيل الهالات السوداء في المسام، بيدي نضاره قويه جدا يا رانيا، ومفعوله بيبدا من 3 ايام. يعني معنى كده ان ده مصنوع من لبن الجمل. بصي، هو الماده الاساسيه في لبن الجمل. طبعا معروف جدا لبن الجمل من اغلى انواع الالبان، في فيتامين عاليه جدا، في فيتامين بي، فيتامين سي، وفيتامين اي، غير المغنيسيوم، بوتاسيوم، الكالسيوم، كل دي فيتامين موجوده فيه، وفي بقى نسبه ميه عاليه جدا 90% من لبن الجمل ميه، لان الجمل طبعا معروف ان هو بيحتفظ بالميه. من اهم الحاجات اللي بترطب الجلد هي الميه، فانا عندي كريم طبيعي في نسبه ميه عاليه جدا، كريم طبيعي. كريم طبيعي جدا جدا، وعايزه اقول لك كمان نتيجته هايله. يعني احنا نادر جدا لما بنلاقي كريم بيكون من حاجات طبيعيه، او غالبا بيكون فيه مواد كيماويه كتير عشان يديني افكت حلو في وقت قليل. انت بتستعملي الكريم غالي. ده عشان كده انت جميل. اكيد طبعا. طيب الكريم طبعا احنا حاطين فيه في اورا كمان فيتامين، كل الفيتامين البشره محتاجاها، زائد الكولاجين، كولاجين البرتقال مع لبن الجمل اللي هو العنصر الاساسي في الكريم، بنستخدمه بصفه كل يوم بالليل. ممكن اشم ريحته؟ طبعا ممكن. ريحته فعلا طبيعي، يعني لما هتشموه هتلاقوا ان هو يعني المنتج نفسه ريحته ما فيهوش اي نوع من انواع الكيميكلز. احنا مش حاطين فيه اي روايح، مش حاطين فيه اي حاجه عشان البشره الحساسه، او هو كله ناتشرال ما فيهوش اي حاجه خالص، بس الكولاجين بتاع البرتقال هتلاقيه مديكي ريحه البرتقال شويه. تاني حاجه بقى عاملينها مع الكريم يا رانيا، الصابونه. انا طبعا ما ينفعش ان انا احط كريم او احط زيت على بشرتي كل يوم من غير ما اكون بنظف بشرتي، زي ما قلت لك لازم علشان احافظ على ان ماده الميلامين دي في بشرتي ما تبقاش ما تزيدش او ما تبقاش تطلع بقع غامقه، لازم اغسل وشي 3 مرات في اليوم ماكسيموم او مرتين.
الصابونة لبن الجمل هي بنفس المواد المكون من كريم الجمل، ولكن بقى بتشيل الجلد الميت، بتقشر طبقة من خلايا الجلد الميت الموجودة على البشرة. طب أنا هسألك يا أمنية دلوقتي، الكريم دي ممكن أستخدمها في مناطق تانية؟ أنت عارفة في عرايس بيبقى عندها مناطق غامقة وبتبقى برضو مش عارفة هل هو علاجها ممكن إنها تستعمل الكريم ده؟ الصابونة مع الكريم، الكريم أوكي. كريم لبن الجمل لأي مكان في الجسم، يعني حتى الركب، أي مناطق في الجسم خاصة، الرقبة بقى، مطرح كلف الحمل، الكلف الحمل. عايزة أقول لك على حاجة كمان يا رانيا، أنا ما أقولش مثلا أنا عندي كلف الحمل هو بيروح لوحده، يعني بسمع المقولة دي كتير جدا، أنت عندك كلف حمل هيروح لوحده، لا، هو لو أنا ما اهتمتش إن أنا أغذي الكولاجين في المكان ده مش هيروح، أو هيروح على وقت قليل ومش هترجع زي الأول. فلازم اهتم باي مكان في جسمي، سواء بالصابونه الاول وبعدين، يعني صابونه بتناسب كل اماكن الجسم مع الكريم. غير بقى الماسك هنتكلم عن نعمله بسرعه، احنا بقى هنعمل عايزين ماسك نشوف طبيعي. موضوع الماسك ده، ادي يا جماعه الصابونه اهي، وده الكريم، كلها حاجات ناتشرالز، ناتشرال سيكريتس، يعني كلها حاجات اسرار طبيعيه. بقى وصفه سريعه كده، لان انا كل يوم، غالبا البنات بتحتاج كل يوم او مرتين في الاسبوع على الاقل